قولوا لمن يظلم الناس بأي نوع من أنواع الظلم، والله ولو فكر به. قولوا له يا مسكين، هل تعلم أنه بدعوة واحدة من قلب صادق مظلوم أغرق الله تعالى جميع أهل الأرض إلا من شاء الله؟ هل تعلم ذلك؟ عندما دعاها نوح عليه السلام قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قولوا له هل تعلم يا مسكين أنه بدعوة واحدة من قلب صادق مظلوم أهلك الله عز وجل فرعون وقومه؟ هل تعلم ذلك؟ عندما دعاها موسى عليه السلام وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأنتم تعلمون ماذا فعل الله بفرعون وقومه عباد الله؟ قولوا للظالم يا مسكين، هل تعلم أنه بدعوة واحدة من قلب صادق مظلوم أغاث الله الداعي فأمده بالملائكة؟ هل تعلم ذلك؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأنا لا أعلم والله، هل عميت أبصار الظالمين أم هل طمست بصائر المجرمين عن رؤية ما فعله الله بالأمم السالفين؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وأنا لا أدري والله، هل صمت آذان الظلمة عن معرفة مصير الطغاة الوخيم ومنقلب العتاة الذميم الذي ذكرهم الله عز وجل في محكم الذكر الحكيم، فقال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه؟ ألم نقرأ هذه الآيات؟ لماذا نظلم بعضنا بعضا؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم